هذا أماكن العريمي؟ إيش تسوينا؟ ها؟ إيش تسوي؟ كم مباراة برشلونة؟ مباراة برشلونة؟ برشلونة وارتا 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 برشلونة يا وارتا هي وقف جنة مهلا بظلط منتا يا مطرة يا ربي يا مطرة وهلكتوا ان برشلونة ريال مدريد خليها يترسوا النفطون يا حين مطعمه في انديا يقول لك سيزن يقول لك موسم الهنود والله العظيم او صديق السلام عليكم Are you Barcelona fan? Yes. No, please get out. We don't tolerate Barcelona fans here. جماعة الخير تسمعون هالصوت هذه انذارات في المنطقة تسمعون اللواح هذه معنات اني عين اعصار يا الله بالسلامة يا الله بالسلامة سمعوا حيوم حيوم سناب ايش الاخبار طبعا قبل اسبوع تواصلوا معاي من جامعة السلطان قابوس في مسقط قسم عيادة الطلبة التابع لمستشفى السلطان قابوس في الجامعة يعني المهم معهم فعالية مختصة في الغذاء وأمن الغذاء والطرق السليمة لاختيار الغذاء فكانوا راسلي لي أنه يريدوا يستخدموا أو يقتبس الكلمة اللي أنا دائما أقولها في سنابي كاسم للفعالية اللي هي كلي كلي فقلت لهم عليكم العافية يعني هم شافوا أن هذه الكلمة ماخذ جانب فكاهي بين الطلبة وكلهم يقولوني فحبوا انهم يستغلون استغلال هادف وايجابي وهذا شيء اوكي يعني فقلت لهم عليكم بالعافية فاليوم قايم مرقاد كل الطلبة مصوري لي طلبة وطالبات في الجامعة البوستر مال الفعالية في الجامعة كل مكان كلني 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 فاتمنى لهم كل التوفيق وعسى ربنا ان شاء الله يوفقهم حبايب وطبعا كلمة كلني انا استخدمها لما اشوف اكل حلو من حلات الاكل يكلمك فيقول لك كلني 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 المهم حبايبة بسألكم أهل الكويت إيش يسوون أهل الكويت إيش جدولهم إيش يومياتهم إيش أكشنهم حليش إن شاء الله بعد يومين رايح الكويت ها من أمريكا للكويت الكويت أمريكا فإن شاء الله تكون رحلة طيبة وسعيدة وحبايب يا أهل الكويت على رأسي شيل هذه مشكلتكم أنت وسناب يوم تشوفون نلبس نفس الثياب كل يوم تجلسوا تعلقون مع الحنة هالي لي جديد هالي لي جديد لحد كتب لي العريمي راقت لي اقل حاجة لحد ها جميل هذا بكم اشتريت هذه عرض طويل على فكرة عرض طويل يقول لك ما بدون تخفيضات بدون كل حاجة تقريبا تقول انت 120 ما يترسلها بطنها بالفانيلة ريال خب تفكر ليش عرض طويل والله يوم كان مسكن الحبس يا الله يكرم الخير يلعب في فكرة انجلترا عاب قل لي كان بس فالي الارديل اللي كان عندهم بارد جواب عرفتي ولا جواب